السلام عليكم بالدار محمد بن عمر. اليوم غادي نكتشفوا كما شفتوا كان السياد هي الداخلة، ولكن هذه البداية. باقي غادي نطلعوا وهنا اللي نكتشفوا هنايا. اجي معاك. اللي تبارك الله شوف راه وازنه وكامله الحديد، ماشي زعما تقول شو الصح حتى شحال هاد. شوف البيبان ديالها الولون، شوف تبارك الله. كتفكر بديك الافلام قدام بوم بياس. الكرسي هذه اللي غادي نقول لكم كما كتجلس سبحان الله العظيم كتحس بواحد الراحه النفسيه وكتحس بالكرسه الطنجاويه الى عريس. هذا شوف شنو غادي يبان، اللهم بارك. والاخ محمد قلت له هادشي هذا راه كيتباع بثمن، قال لي هذا واخا تعطيني فلا تيسيني ما كنبيعش هادشي هذا. وكيوصي حتى ولادو باش يخليو هاد الاثارس. شكون كيعرف هذا؟ غير غادي نقول لكم الناس ديال طنجة والناس اللي قدامين غادي يشوفوني جالس هاد الكرسة هادي غيقولو لي خا إبراهيم فكرتينا في الستينات والسبعينات. فعلا حيت كتحس براسك بواحد الراحة ما شاء الله. الكرسة نقدر نقول لك هي طنجاوية 100%، لا أي حاجة ديالها كانت عندو هنايا راه قديمة، ما عندوش شي حاجة اللي غنقول لك جديد. وغادي نوريكم دابا معايا بحال دابا التصويرة اللي شابرة دابا في يدي هادي الاخ ديالنا محمد ملي كان باقي في العمر ديالو تقريبا. شحال يكون في العمر ديالك اخ محمد؟ 13 عام ما شاء الله. وهاد الشليج هذا اللي غادي نقولو مغربي اصلي 100%، اللهم بارك. محمد كيجبر راه صعوبات كبيره باش كيعذرو باش كيبقاش على هاد الجليج هذا اللي الصراحه عطاه الله الصحه. والناس اللي قدامين فعلا هاد الجليج هذا غيفكروا في شي حاجه تشقدين كما يعاود الاخ ديالنا محمد. واجي معايا دابا للسطح وغنشوف واحد الكرسه في السطح للراحه النفسيه فعلا. انا ما خرجتش من هنا. شوف اجي معايا. اول حاجه كتشوف المدينه ديالك قدامك، ندخلك لواحد السكينه ما شاء الله. تقدر لا دخلتكم عاد تقولي لي ما خرجوش منها. خي سفيان تفضل اخي.
اخ محمد كنشكرك بزاف على الاستضافه اللي استضفتينا وعملتينا ميريندا في هذا الجو هذا اللي مزيون. السلام عليكم ورحمه الله. كنشكر الجميع اللي عمل التعليقات التعليقات كانت الحمد لله كامله ايجابيه. كنشكر الجميع الناس من القلب والحمد لله هذه واحد مبادره خير وكنتمنوا على الله سبحانه وتعالى جميع الناس يعملوا هاد الحله هذه في البيوت ديالو. هذه الهوايه ديالي فيما كانش باغي شي حاجه اذا مزيان ولا كان شي غير هذا هي الهوايه ديالي عندي هادشي في الدم. والسيده مسكينه الله يجازيها بخير عاودت هي تقبلت الفكره وعجبها هادشي هذا زولنا داكشي اللي كان عندنا قبل بدينا كل شيء كان شي غير جديد من حيطيس ولا من خايب ولا من جميع المسائل داكشي اللي كان عندنا جديد كامل بدلنا دابا كنحاولوا ما امكن نوضوا كل شيء قديم في البيت هادشي ما وغلطش وما والو هادشي كامل شريته الفلوس ديالي ما كاينش شي حاجه زعما اللي ورثناها للوالدين ديالي. ملي كتمشي تجيب هاد البيس قديم دابا الناس ما كيجبروش هادشي. لا هادشي موجود موجود كاين الناس بعض اللي كيبيعوا هادشي اللي تنسيه موجودين كاين في الفلوجه كاين في شارع حسن الثاني كاين هنا في المدينه خد الانسان غير يبقى استجبار صافي الانسان اللي كيقولوا فرانسيس كيشيرش تروف في السيس جوار ناس بارك الله ما خصكش تشطف هادشي هذا علاش هادشي هذا عاود شويه مكلف والحاجه اللي كتكون قيه راه هي كتكون غاليه واحد شويه. اذا هضرنا على الجليج بزاف قالوا الجليج هذا ماشي مغربي. لا هذا الجليج ديالنا اصيل هذا كامل كان في الديور ديال المغرب. هذا الجليج اللي كتشوف كامل من دبرتو من هنايا من الديور ديال المغرب. دبرتي قلتي لي جليجه ولا كندبر جليجه بجليجه وكنجمعهم كنقبطهم ونمسحهم ونغسلهم وكنعدي من لهم اللوحات. هادو كاملين كانوا هنا في بيوت ديال طنجه في الاخصيه في مدينه القديمه. وديك اللوحات اللي عندك تينا كتعدو مثلا كيما هادي كيما ديك اللي شفنا كتعكش هاد اللوحات هادو عاد طاحت عليا الفكره ملي كانت كورونا ملي كانت كنت كنبقى جالس ما كانش باغي ما نعمل كان ديس كان مسكر انا واحد بنيته ديالي ريحه الله يخليها كانت هي كتساعدني في هادشي هذا كنبقاو جالسين نجيبو اللوح نجيبو الصباح وكنضيعو الصراحه ما حسيتوش بديك الساعه السما قدام البحر هنايا كنا كنطلعو لنا هنا الفوقي وكنجلسو جيب اللوحه جيب هادي قطع عدل ايوا الحمد لله كانت فكره في مزلز واحد الجماليه في البيت الله يا اخي بزاف دابا واش سبق ولا جا شي واحد شاف الدار ديالك ايوا ما يجيو عندي هنا نصارى امريكانيين المانيين فرنسيس اغنا كانوا معايا هنا شي دكاسير امريكان ما تخافوش يمشي والله العظيم جاو هنايا تفاهموا معايا عجبهم وبزاف الناس كيتسقسوا وكنعطيهم الحمد لله واحد النظره مباشره الحمد لله الثقافه ديالنا دابا هما صحاب المغاربه ما نعرف كيف كيعيشوا وهذه هي الثقافه ديالنا هو البيت انيق وتساوي حاجه في المطاح ديالنا حنا الناس طنجه باش معروفين بالتساوي واخا البيت كيكون بسيط كتبقى تساوي معاون وقت الانسان كيملك واحد بيت كبير او لادي ولا كان بيت صغير وعرفتي كيفاش نصب الالوان وساعات تلقى كطلع واحد الجماليه واحد شنو احسن تعليق اللي شفت هو واحد السيده قالت لي فكرتيني في الوالدين ديالي قالت لي بحال اللي غديتيني غنبكي قالت لي زعما تفكرت الوالد والوالده كان عندنا هاد الحيطي وهاد الشيء علاش كان زمان جميل اي والله كتدخل للبيت كترتاح كتبقى شي تخدم دابا بزاف البيوت كتدخل كتقنط فيهم ديك ستيكو واحد بلعه تدلات واحد بلعه ما داكشي ماشي في مستوى ديك بلعه كاينش الراحه النفسيه ما كاينش الراحه هي الحاجه بحال الله تيزي فيه الجامع واحد الجماليه واحد الراحه نفسيه دابا غير هاد الضوات ديال اللمبات ملي كتشعلوا كتحس بواحد متعه فيهم والله العظيم متعه احسن تشوفهم هي مشعول لا 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 هذاك الضوء اصلا كيهلك العينين اخر دابا الاخص هي ان تريسيان ديال الضوء وهاد الضوء اللي كاين دابا هادشي ديال الليد وهادشي راه هو كيفرح الشبكه ديال العين الضوء اللي كان قبل اللي فيه فيلامو هذا كامل صحي للعين دابا كنخدم انا مع النصارى اللي الناس راقيا كيعملوا الضوء صفا وكيعملوا فالياد كينقصوا وما كيفوتوش بولا ديال 25 واط في البيت كتكون حنا خصنا 100% وما كرهناش حنايا كتقول عنده السهره في الدار بزاف يا اخي شنو الناس قبل اصلا التلفازه كانت كتشعل الوقت ماشي دابا ملي كيصبح الله والتلفازه مشعوله الناس كانت تبدا 6:30 كتسالي في 11 ونص الله يجعل البركة كنا دابا حنا العمر صغارين كنتفرجوا الجنيونات من 6:30 حتى 7:30 8:30 9 كيكون الاخبار الوالدين كيجلسوا كيعملوا الاخبار كيتصنت ولا كان هذا شي مسلسل او لا شي فيلم وثائقي في 10 الله يعاون كل واحد فين كيتسكر في مكان
هادشي اللي كنطالب فيه الاخر، نتمنى على الله سبحانه وتعالى هادشي يرجع. مدينه قديمه باقي الناس اللي محافظين، باقي الحمد لله الناس محافظين هنا على البيوت ديالي. كاين الناس اللي باقي عندهم هادشي كامل ما بدلوش، باقي عندهم ديك السقوط الكيزه، باقي عندهم ديك الرخام قديم، باقي عندهم كلشي محافظين عليه. وكاين الناس اللي ضيعوا بزاف الناس باعوا الديور هنا، جاو النصارى وغلوهم بالفلوس. اخو كان الدار شاري بقى انت ولا 6 مليون كيبيع ب 40 50 مليون كيظهر له هو فاز. ملي كيمشي وكيرجع كيشوف بربي ان ديك النصارى عدلوه ديك الدار، كيبقى يقول هادشي مستحيل، كيندموا. هنايا بزاف ديال الناس ندموا على البيوت ديالي، وكنتمنى على الله سبحانه وتعالى الناس يحافظوا على البيوت ديالهم وترجع هاد الثقافة هادي، هادي ثقافة ديالنا ما خصناش نضيعوها. محمد جبنا واحد اللوحة قالنا هادي ديالك، قلنا له ما عارفينش، حيت هادي أنا ما كنعرفهاش يا محمد، هادي ديالك. هادي كتعمى على التلفازة بالأبيض والأسود، كتبان لك كولو. يعني باش كيتخيلوا ديك الكولو. التلفازة ديال الكولو غالية بزاف. وكانوا الناس اللي عندهم التلفازة بالكحل والبيض كانوا كيشريو هادي وكيعملوها على التلفازة كتبين لك بأنها كولو. هو ما كولو ما والو كيبان لك الراس. هيداك كانت قناعة. قناعة وكنبقاو نشوفو تي شي كيجينا عجيب. كان سبحان الله كلشي جميل سبحان الله العظيم. بصح. إي والله كانت التلفازة كتحس بأنك تفرج في التلفازة. دابا هما القنوات يا ألف ولا اليوتيوب اللي بغيتي. دابا التلفازة كتهضر معاك كطلع لك اللي بغيتي، الحق ما كاينش شي واحد الحلاوة ديالها. الإنسان ما كيسالتش سبحان الله العظيم. كانوا جوج الاذاعات وكتسالد فيهم، كنا كنشوفوا السنديباده ولا طازان ولا كيبان لنا شي حاجه واعره، كنبقاو نتسناو ديك الشيء بالاوقات. دابا التلفازه رجعت باس، ها هي انا عندي التلفازه نقول لك شي عامين ما شعلتها ولا شي ثلاث سنين، ها هي هنا والله ما كنشعلها نهائي. تنبقى فيها واعر. ما كنشعلها شي ما كنسالد نشعل الراديو. بصح جيت جبرتك شاعر الراديو يعني. ها الراديو كنعملو كنسمعو كيجيني جديد. هادو الناس كانوا قبل موجودو كيجلسو في طنجة كانوا مولوعين باليدين ديال الآلة، كيتغداو كيعملو لاسيس بايش باليد الآلة، حنا ديرو كيلين، ها هو خدنا. شو علاش؟ شو كيفاش كتسمى تسعفة؟ كتسمى تسعفة فعلا. كيعجبني نسمع هذا الإذاعة محمد السادس ولا الرابع، إذاعة ديال سبب الآذان قديم. كيعجبني نسمع أنا الإذاعة القديمة اللي كاينة دابا محمد السادس الله يحفظه والله ينجيه والله يشافيه. كيعجبني نشوف نسمع الآذان، نسمع ديك التراث القديم، ديك التراث القديم اللي كتسمعوا في هذا الراديو كيجي مناسب مع هذيك الكرسة هذي اللي نزلنا فيه. الكرسة وكيجي مناسب مع شو أنا متعال. إذا رمضان كتدوزو هنايا واعر رمضان. هنايا كنجلسو الآذان المدينة القديمة هو كامل كيتسمع حدا. دابا السلام. واحد اللدة كاينة هنايا في الكامل. سمع دابا الآذان ديال جامع كبير، جامع جديدة وقصبة. الطنور سباركية راه فاينة وتعس عليا يا. ودابا الناس ديال طنجة اللي قدامين اللي تبارك الله عن الناس طنجة كيتابعونا راه كاملين هذا الموطع هذا شنو كان الاسم ديالو؟ صافي كنسول هنا خلا ختان هنا خلا عندنا شي 100 سنة هنا هاد الدار هادي شحال عندها تبارك الله؟ اش نقول لك خاي عام 40 خلا خلا هنا تبارك الله الوالد عام 40 كنشري الفران هنا تقريبا شي 100 سنة عندنا هنا تبارك الله. انا اسمي عبد العزيز الهواري مجدد في حي الميت هي الدار ديال النفينية اللي مكلف هاد الشيء هذا ملي غرسو انا اللي كنعمل الدوان اللي كنتفرع الحومة ديالي. كيفاش جاتك هاد الفكرة هاي؟ جاتنا انا والسي ديالي والسي محمد تبارك الله. هادي شي 10 سنين دابا تقريبا زيادة. هاك عندنا اختار من هاد اللي كيعدلوا الحومة تنرسمونا رسمونا بزاف كانت عندنا ثلاثة النافورات هنايا الحومة كانت مغطية تنبقى كنهوى ديك الشيء ماشي تحدو هنايا دابا كنتسناو معايا في واحد يسالي باش نكملوا عليها اللي باقي لنا نكملوا عليه. باقي خصكم تكملوا تنقع الزنقه كان عندنا هنايا تنقع الزنقه ملي جاو الدنبيرات كيخدموا البنيو هذيك راه واحد ما حبش نهرس عاد هرسي
ربينا كنت مخبعهم كاميرا هادشي كان كان عندي مخبع تبارك الله دخلت تسالوا حتى صلوا الارض هذيك عاد خرجناهم اذا كندوروا فيهم عاود الدواء هذيك ما نخليهمش بلا شي زعما انا كنسقيهم انا كنعمل الدواء قبل ما نخرجوا زعما بحال ولادي عندي سينا كاول طنجه شنو النداء اللي تقول للساكنه طنجه باش كل واحد ينوض ويسكسف على الحومه كتكون عندهم الناس تكون عندهم ميثاق حاضر في الحومه في الزنايق ديالهم وهادشي كيعطي واحد الجماليه غزاله بصح خليك يريح اللي كتنوض الصباح كتشوف حاجه خضراء بعينك وحاجه خضراء فيها الرحمه يوسف فهمتيني حاجه خضراء حتى العين ديالك كيتحال كيعطي وتر الجو نقي ايوا الجو نقي وكتريح واحد مزيان فهمتيني ما كاينش الزبال ما كاينش هادي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.